يزيد من 30 دولة إفريقية تشارك في الدورة الخامسة للمنتدى الدولي الإفريقي للتنمية. نموذج جديد للتنمية الشاملة في إفريقيا هو ما طبع النقاشات في جلسة الافتتاح. المنتدى يأتي في سياق عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ما أعطى دفعة أقوى للنقاشات بشأن التنمية الشاملة في القارة. نعتبر أنه أمر طبيعي أن يعود المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عبر مساهماته، وطلب انضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا توقف على اجتماع رؤساء الدول، لكن الأسبقية اليوم هي لكل ما يقيم الوحدة والتقوية في إفريقيا. ملي كنقولوا بانه افريقيا لها قدرات ولها كفاءات هي الترجمه ديالها اليوم. ملي كنقولوا بانه افريقيا قادره الى عولت على نفسها باش تمشي في هذا الاتجاه اللي خصها تمشي له لرفع التحديات، هذه هي الترجمه ديال اليوم. وكنعتقد بان هذه المبادره ومبادره من هذا النوع كتمشي في الاتجاه ديال الرؤيه اللي كيعبر عليها جلاله الملك بقناعه وكتترجمها عمليا على ارض الواقع. هذه ترجمه اخرى لهذه الديناميه اللي كيساهم فيها المغرب عن قناعه. اتفاقيات لتطوير التعاون الإفريقي عرفها فضاء المنتدى الذي اعتبره عدد من المشاركين فرصة لتبادل الخبرات والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي توفرها القارة. المغرب هو نموذج للنجاح في إفريقيا على مستوى جلب الاستثمارات، وننتظر أن نعمل بشراكة مع تجاري وفا بنك للتقدم في هذا المجال الذي يمنح استثمارات مباشرة من الخارج. إذا نجحنا في التنمية الشاملة داخل اقتصاداتنا المحلية، هذا يعني أن كل المؤشرات الإيجابية للتنمية الشاملة لكل بلد سيكون مؤشرا رابحا لكل القارة. على مدى يومين يستمر المنتدى عبر ندوات تسعى إلى استخراج نموذج تنموي إفريقي تتوحد حوله الرؤى الاستثمارية ويفتح فرصة تمويل المشاريع للسير بإفريقيا إلى الأمام بشكل موحد وبتعاون بين دول القارة.